يعني مع كل الأسف هذا الطريق كركوك بغداد، هذا هو الحال وهذا الوضع، وهذا السايد متروك أصلا، يعتبر طريق دولي بين العراق وتركيا ويربط محافظة ديالى وصلاح الدين وكركوك وأربيل السيمانية ودهوك وبغداد، يعني 4-5 محافظات ما قدروا يعمرون هذا الطريق. للأسف أكثر من 25 سنة 30 سنة هذا هو الحال، وبسبب هذه الحفريات راحت العشرات من الأبرياء ضحية بسبب الحكومة الحالية والحكومة الماضية والحكومة اللي قبلها. هذا هو الحال. هذاك الشارع أصلا انترك، هذاك الشارع اللي جاي من كركوك بغداد أصلا انترك بسبب الحفريات. يعني شوفوا هذا الطريق، معقول هذا الطريق؟ يعني مسؤول ما فات منه شاف، شوفوا هاي السيارات تجي هنا على هذا السايد، صار سايد واحد بسبب انقطاع ذاك الطريق. ما اعرف عدم رئيس الوزراء عنده علم بهذا الموضوع لو ما عنده علم.